الجمعة في السجادة الحمراء، أحد فرسان القلعة الحمراء. لقاء خاص مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. أكتر حاجة تساعد أي حد على النجاح هي عقليته مش موهبته بس. أنت بتقرر أنك ترد وأنت بتقرر أنك تتجاهل في مشاكل، أنت صحح من سلوكك. ولأول مرة نقترب منه بلا أسوار، يعني وشك فجأة اتغير، عينيك لمعت، تأثرت من جوه. لا هو عمك ولا من عيلتك، وكان والدك زي والدك بالظبط. حوار بلا خطوط حمراء على السجادة الحمراء. حد في الدنيا عاقل هيحب ناديه أكتر من بلده؟ احكي لنا بقى أكتر على القضية منت. لو خسرت البطولة ديت كنت قعدت 50-60 سنة قدام مثلا عشان تعدل الفكرة. الزمالك شايفه ازاي؟ السجادة الحمراء الجمعة الساعة 10 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.